دكتور، في البداية عاوزين نوضح للسادة المشاهدين إيه الفرق ما بين منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة ومنظومة التأمين الصحي التقليدية اللي موجودة في شكلها الطبيعي اللي كانت موجودة قبل كده؟ إذن لي قبل أن أجيب على السؤال ده، وهو الحقيقة فيه فروقات جوهرية، إن أقول هو المواطن عايز إيه في مجال الصحي؟ صحيح. عايز يجد منظومة تمكنه من تلقي خدمة علاجية بجودة عالية بدون ما يضطر أنه يتحمل بشكل مباشر الإنفاق من الجيب على تلقي هذه الخدمات العلاجية. صحيح. وأنه يلاقي الخدمة دي متوفرة في الطوارئ على مدار 24 ساعة وفي غير ذلك بشكل منتظم ومريح. الحقيقة هو ده منظومة التأمين الصحي الشامل، هو تقديم خدمة علاجية ذات مستوى مرتفع للمواطن المصري بدون ما يضطر انه كل وهو داخل كل مرة المستشفى يمد ايده في جيبه ويطلعه. يعني خدمة علاجية مجانية؟ لا، هي مش مجانية، هي خدمة علاجية تكافلية قايمة على ان انت بتدفع اشتراك سنوي. الاشتراك السنوي ده يمثل 1% من التكلفة الحقيقية اللي انت بتتلقاها لو لا قدر الله احتجت للعمليات او التدخلات الطبية، لكن 1% ده من خلال مجموع المشتركين بنقدر نغطي التكلفة لقيمة التدخل اللي هو 99% اللي باقيين. طيب المواطن اللي مش قادر يدفع 1% دي بتتحمل الدولة تكلفة علاجه أو تكلفة قيمة الاشتراكات اللي هو بيعملها. هي دي المنظومة التي أطلقها السيد الرئيس في 6 محافظات لحد دلوقتي، هي بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء. تفرق إيه عن المنظومة القديمة؟ تفرق في مجموعة أشياء أساسية. أولها إن إحنا زمان في المنظومة القديمة أو المنظومة اللي شغالة دلوقتي، هي ما نقدرش نقول قديمة لكن لأن هي شغالة، والحقيقة إنه في ما يقرب من 63 مليون مواطن يتمتعوا بخدمات النظام التأمين الصحي الحالي. لكن يفرق إيه عن النظام التأمين الصحي الشامل اللي هو الدولة رايحة له أو اللي مصر رايحة له أو مصر الجديدة رايحة له؟ إنه إحنا في النظام القديم أو في النظام الحالي بنؤمن على الشخص، بينما في التأمين الصحي الشامل ده بتأمن على الأسرة. فأنت مش شايل هم أي فرد من أفراد الأسرة، مراتك ولا عيالك، أنت النهاردة بتبقى موظف في الحكومة وبتأمن على نفسك، لكن لو لا قدر الله أولادك تعبوا مش خاضعين لنفس المنظومة. صحيح. التأمينية لو زوجتك تعبت مش وهي مش شغالة في الحكومة مش خاضعة لنفس المنظومة التأمينية. أما النظام التأمين الصحي الشامل فهو يؤمن على الأسرة كلها، يبقى أنت وأسرتك، عشان كده يساوي حياة كريمة للأسرة، حياة كريمة صحية للأسرة. الجزء الثاني يمكن اللي مهم ويلمس المواطن بشكل مباشر، إن أنت ليك حق الاختيار. بمعنى إن أنت اللي بتقرر تتعالج فين في المستشفيات اللي داخلة في المنظومة. النهاردة أنا عندي مجموعة من المستشفيات التابعة للتأمين الصحي، وبالتالي أنا لما بتعب بروح مستشفى التأمين. صحيح. وما أقدرش الخدمة عجبتني أو ما عجبتنيش، هو ده مجبر على هذه النظام بيقول لي أنت هتتعالج تبع مستشفيات التأمين. لكن واحدة من ضمن العلامات الفارقة في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد إن أنت ليك حق اختيار عند من تتلقى الخدمة، طالما إنه من يقدم الخدمة ده هو تحت نفس المظلة اللي احنا متكلمين عنها في منظومة التأمين الصحي الشامل. طب هل في حكر ولا في حد ما ينفعش ما يبقاش، يعني هل في مقدم خدمة، هل في مستشفى ما ينفعش تبقى داخل المنظومة؟ الحقيقة لا، كل المستشفيات على أرض جمهورية مصر العربية يمكن أن تكون داخل المنظومة بشرط واحد، أن
يتم اعتمادها من هيئة مستقلة تماما ملهاش علاقة لا بالصحة ولا غيره، اسمها هيئة الاعتماد والرقابة. أول ما هيئة الاعتماد والرقابة تسجل المستشفى وتروح تشوفها وتقول أن هذه المستشفى أو هذه المنشأة، حتى لو كان معمل، حتى لو كان صيدلية، حتى لو كان مركز أشعة، تجاوز أو أصبح مؤهلا للانضمام للمنظومة، يبقى من حق المواطن أنه يروح يتعالج فيها في مظلة التأمين الصحي الجديد. بس أنا كمقدم خدمة باخد ألوفات، ايه انا كمقدم خدمه باخد الوفات كبيره جدا؟ احنا عارفين ان العلاج في المستشفيات الخاصه. تقصدي مقدم خدمه كمستشفى خاصة. ايه اللي يخليني ادخل تحت مظله التامين الصحي واخد فلوس اقل كقطاع خاص؟ طيب خليني ارد باجابه ثم تساؤل، او بتساؤل ثم اجابه. حضرتك عارفه حجم التعاقدات التأمينية في المستشفيات الخاصة اللي مصنفة بأنها مستشفيات الخمس نجوم في مصر يمثل كام من حجم المريض اللي بيروح يدفع كاش؟ يا ريت حضرتك تقول لنا. يعني تزيد عن 70-80%. يعني المستشفيات اللي هيك تسمعي عنها دي اللي هي مستشفيات السبع نجوم الغالية جدا جدا، لما تيجي كده تخشي في حساباتها هتلاقي أنها متعاقدة مع الجهات. يعني هو مستفيد دون أن يمنح خدمة؟ لا، هو مستفيد لأن التعاقد مع منظومة التأمين الصحي أول حاجة الأسعار هي أسعار عادلة جدا ومربحة بشكل جيد. تاني حاجة أنت بتتعامل مع دخل ثابت واضح، وفي نفس الوقت بتتعامل مع أعداد كبيرة، فالحسبة مش انه انا النهاردة هاخد من جيب ده كذا، انا هاخد من جيب واحد، ما انا بقولك من كل 10 واحد في 8 متعاقدين وفي 2، فانا اضمن الثمانية افيد واكثر. ولهذا يمكن اللي الناس ده شيء مطمئن جدا هتفاجأ بيه، النهاردة حجم اعداد المستشفيات المعتمدة في محافظات التأمين الصحي الشامل الستة اللي اعتمدتها هيئة الرقابة والاعتماد ما يقرب من 127 مستشفى في ست محافظات. ست محافظات. طب حجم المستشفيات المعتمدة والمسجلة عند هيئة الاعتماد والرقابة قد إيه؟ 224. لأنه في ال 15 محافظة ناس لسه ما دخلوش، يعني محافظات لسه ما دخلتش، ومع ذلك تم تسجيل مستشفيات. المستشفيات دي راحت لهيئة الاعتماد والرقابة، والجهات دي راحت لهيئة الاعتماد والرقابة وقالت لهم أنا عايز يتم اعتمادي. فهناك مستشفيات سواء حكومية أو خاصة أو تتبع حتى القوات المسلحة أو تتبع الجمعيات الأهلية معتمدة في محافظة القاهرة. يعني أي ما كانت المستشفى اللي موجودة في مصر أنا ليا حق الاختيار في تلقي الخدمة من هذه المستشفى طالما مسجلة ومعتمدة في. ليه بشترط مسجلة ومعتمدة؟ عشان أنا أضمن الرقابة عليها مرتفع من تقديم الخدمة. صحيح، وأقدر إن أنا كدولة أراقب على الخدمة اللي بتقدم لطالب الخدمة. طيب ده يخلينا نروح لسؤال تاني بقى، إيه شروط المستفيدين؟ شروط الخاضعين لمنظومة التأمين الصحي، هل هم موظفي الجهاز الإداري للدولة فقط ولا كل من يحمل بطاقة رقم قومي؟ كل مصري وكل مواطن وكل مصري هو داخل منظومة التأمين الصحي حتى لو بيخضع لتأمين صحي خاص أيا كان. وعشان كده احنا النهاردة لما بدأنا في بورسعيد أو في ست محافظات لم يستثنى أحد، مفيش حد من المواطنين. ولهذا التأمين الصحي هي التأمين الصحي الشامل هو هدية السيد الرئيس للأسرة المصرية، أطفالها، شيوخها، رجالها، نسائها، كل أسرة مصرية هي خاضعة لمنظومة التأمين الصحي بلا استثناء. من هو قادر من معيل هذه الأسرة على أنه يدفع 1% الاشتراك أو
فهو بيدفعه، اللي مش قادر، اللي مش شغال، الواحد في ده رقم متغير يا دكتور، اللي تتحمل الدولة المصرية العلاج على نفقة الدولة. لا ده علاج ما عادش هيبقى اسمه علاج على نفقة الدولة، هو داخل منظومة التأمين الصحي. الواحد في المية ده رقم متغير ولا ده رقم ثابت هيبقى الجميع بيدفعه؟ ده رقم ثابت، 1% من الدخل. من دخل الفرد. من الدخل. فكل واحد دخله يختلف. أيوة. وفي النهاية هو شيء لا يذكر. يعني طبعا هي مكان اجمالي الدخل لما ادفع منه 1%. انت بتتكلم في ضرائب، احيانا لو رحت قعدت في كافيه بدفع ضريبه بتوصل ل 14%، فانت لما تاخد مني 1% من اجمالي الدخل واتلقى خدمه بهذا المستوى. والحقيقه انا يعني ما انتم يعني يمكن احنا كدوله وكتنفيذيين قد دائما ننظر الى اللي احنا بنعمله على انه عظيم، لكن انا عايز كمان اسمع من المواطنين اللي في بورسعيد واللي في المحافظات اللي في الأقصر، اللي في المحافظات التي تم تسجيل فيها ما يقرب من 5 مليون مواطن تقريبا، الست محافظات. ويمكن لسه من أقل من شهر كانت هناك الإعلان عن الحسابات الصحية القومية بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية. فحجم الإنفاق من جيب المواطن كان قبل الحسابات الأخيرة كان تقريبا ما يقرب 62.9% أو تقريبا 63% على الصحة. الحسابات دي اتعملت في سنة 19-20، طلع بعد الطفرة الصحية اللي حصلة وإنه حجم الإنفاق قل على مستوى الجمهورية إلى تقريبا ما يقرب من 59%. يعني انت قليت 3% في الفتره ديت من الانفاق من جيب المواطن. في بورسعيد بقى وصل ل 47%، ده بعد سنه، المنظومه اطلقت في 2019. بعد سنه من تطبيق المنظومه في بورسعيد قلينا من 63 ل 47، يعني انت بتتكلم تقريبا في 6% في سنه. تخيل بقى احنا النهارده لما هنعمل الحسابات الخاصه ب 23-24 ممكن نبقى بالتاكيد وصلنا للمعدلات العالميه في الانفاق اللي هي منظمه الصحه العالميه بتتكلم عليها، انه من المقبول ان يكون حجم الانفاق من 15-20% ما يزيدش على كده. فمعنى كده ان احنا في سنه واحده لما قلينا ستة، لو قلنا ان احنا بنقل 6% في السنه قدرنا نوصل للمستهدف البداية. النهارده بعد 4 سنين بنتكلم في 24%، ده لو مشينا بنفس النسبه ما عليناش، يعني احنا قربنا بشكل كبير جدا بعد تطبيق المنظومه من المعدلات المقبولة في الإنفاق من جيب المواطن وفي الإنفاق من خلال مظلة التأمين الصحي. يعني أنت مش بس، وده مش كلامنا، يعني ده مش كلامنا إحنا، ده كلام منظمة الصحة العالمية التي قامت بالاشتراك مع وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان بإعداد هذه الدراسة. إزاي بيحصل التحول يا دكتور؟ يعني بالفعل مثلا إحنا عارفين أن كل طلاب المدارس تحت مظلة التأمين الصحي، واحنا عارفين ان برضو العاملين بالحكومه تحت مظله التامين الصحي. مظبوط. احنا عندنا بقى منظومه التامين الصحي الجديد اتطبقت بالفعل في بعض الاماكن زي ما حضرتك بتتكلم، ازاي حصل بقى التحول؟ خرجوا من المنظومه القديمه دخلوا المنظومه الجديده، هي يعني هي الامور مشيت ازاي؟ كل الانظمه الصحيه اللي موجوده حاليا بتدخل جوه المنظومه، عشان كده هو شامل. هو مش بس يشمل كل المواطنين، لكن كمان بيشمل كل الأنظمة الصحية الحكومية. وبالتالي فالنظام التأمين الصحي الحالي هو نظام صحي حكومي، لما بيجي التأمين الصحي الشامل فبيندرج تحت كل ما كان لمنظومة التأمين، سواء كان مستشفيات سواء كان كل ده بيندرج تحت المنظومة الجديدة، ولكن بمعايير وشروط وجودة المنظومة الجديدة. طيب بما اننا تحدثنا عن الجودة، وعشان نكون منصفين، يعني احنا شفنا المحافظات اللي نفذت فيها منظومة التأمين الصحي الشامل، وهنا هتحدث عن حاجة انا شفتها رؤى العين لمحافظة بورسعيد. شفنا مدى الرقي في الخدمة المقدمة، مدى رفع البنية التحتية للمستشفيات اللي موجودة في هذه المحافظة تحديدا، وبالمثل بالتأكيد حصل في باقي المحافظات الخمس بخلاف محافظة بورسعيد. هنا هسأل على لما نيجي نطبق في محافظات كبرى زي القاهرة الكبرى زي الجيزة، واحنا عارفين ان في نوع من انواع البيروقراطية احيانا موجودة داخل منظومة التأمين الصحي القديم. ازاي هتتغلبوا على ده؟
وازاي هنوصل لنفس المستوى من الرقي خدمه بتقدم، عاوز اقول 5 نجوم بالفعل. هل هيتم رفع كفاءه الطبيب اللي موجود؟ هل هيتم الاستغناء عن هذه المستشفيات لحين رفع كفاءتها؟ لان احنا بنشوف في حياه كريمه مراكز ووحدات صحيه بتنفذ في قرى وفي اطراف متراميه في غايه من الجوده والدقه في التنفيذ ليها. الحقيقه انت يعني يمكن تكون اجبت على السؤال. هي 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 الدوله في عهد السيد الرئيس ما بتشتغلش على التوالي. يعني ما بتعملش حاجه وبعدين تروح تعمل مشروع تاني. يعني صحيح. يعني مش بنتكلم في الصحة وبعدين لما نخلص الصحة نتكلم في التعليم وبعد ما نتكلم في التعليم نتكلم في الاقتصاد وبعد. الحقيقة لا، الدولة بتشتغل على التوازي. النهاردة دكتور خالد عبد الخير وزير الصحة والسكان أعلن فيه كذا مرة إنه وإحنا بننفذ فعليا في المحافظات المرحلة الأولى، يعني بنطبق بنشغل بنؤهل فعليا محافظات في الأخرى. بقيه الجمهوريه. وعشان كده انا قلت لحضرتك النهارده احنا عندنا 127 منشاه في المحافظات، بينما حجم اللي تم اعتماده والرقابه عليه من هيئه الاعتماد والرقابه 200 وحاجه 224 في محافظات منها القاهره. حضرتك بتتكلم على مشاريع في التامين الصحي 34 مليار في محافظات المرحلة الأولى. احنا النهاردة بنقول انه الانفاق على الصحة 170 مليار في المجمل، لوزارة الصحة نصيب منه في الانشاء ما يقرب من 91 مليار جنيه فيما يقرب من 1000، يعني 965 تحديدا 1000 مشروع ما بين بناء جديد وانشاء جديد ورفع كفاءه وما بين رفع كفاءه. النهارده يعني انتوا بتمهدوا الطريق في نفس الوقت للمحافظات الاخرى. الدوله وده بتوجيه من السيد الرئيس، هو لما قال احنا عايزين نقلل المده كان كلامه واضح، ولهذا هذا ما تقوم به وزاره الصحه والدكتور خالد عبد الخير وزير الصحه والسكان. انت عشان تقلل المده معناها انك بتشتغل وانت بتطلق هنا، فانت بتؤهل هنا، بترفع كفاءه هنا. النهارده احنا لو رجعنا حجم الافتتاحات الصحيه خلال السنه بس اللي فاتت اللي قام سياده الرئيس بافتتاحها، هو كم مره راح بورسعيد وكم مره راح محافظه التامين الصحي الشامل وكم مره افتتح في المنيا وقنا وسوهاج ومستشفيات وكل ده. الدوله بتتحرك على التوازي. حتى قرى حياه كريمه يمكن سلسله الجولات اللي بيقوم بها السيد الرئيس بيحرص على التواجد داخل الوحدات الصحيه. قرى حياه كريمه كم واحده منهم داخل محافظات التامين الصحي الشامل؟ ومع ذلك زي ما حضرتك قلت بيتم تطوير فيها وحدات الرعايه الاساسيه، بيتم انشاء فيها مستشفيات، بيتم في فانت شغال لتاهيل المنظومه الصحيه في جمهوريه مصر العربيه في نفس التوقيت. وعشان كده هو دائما ما يقول احنا بنسابق الزمن. صحيح. والزياده السكانيه. طيب قاعده البيانات يا دكتور هي اعتقد المؤشر الرئيسي والاساسي اللي بيقول لنا احنا كنا فين وبقينا فين وهنوصل لفين. مظبوط. التحديث يمكن هو الحل الوحيد ان احنا نبقى عارفين احنا بنعمل ايه بالظبط. ازاي بيحصل تحديث دوري لقاعده بيانات المستفيدين من التامين الصحي؟ والحقيقه احنا زي ما قلت برضو احنا عندنا اكثر من تم تسجيل اكثر من في المحافظات اكثر من 5 مليون مواطن في المحافظات المرحله الاولى، وما كانت الملفات الطبيه وما كانت المستشفيات. بس الحقيقه ده مش بس شغال هنا. يعني الحقيقه واحده من الملفات الهامه التي اعلن سيد وزير الصحه الدكتور خالد عبد الخير منذ ان كلف بحقيبه الصحه انها على راس اولوياته هي البيانات او هي الخريطه الصحيه. الخريطه الصحيه دي بتشمل فيما تشمل المنشآت، التجهيزات داخل المنشآت، أماكن تواجدها. يعني أنا الفرق الطبية أنا عندي كم مستشفى في تخصصات إيه، وكل مستشفى إحنا وصلنا لهذا الليير، كل مستشفى فيها كم جهاز وفيها كم جهاز أشعة وفيها كم وحدة عناية مركزة وفيها كم جهاز غسيل كلوي، ومش بس كده فيها كم من المتخصصين في الجراحة، فيها كم متخصصين في الأمراض الباطنية، فيها كم من الأطفال، فيها كم من الفرق الطبية، الزملاء التمريض الفنيين، الصيادلة، أطباء الأسنان.
دي، وبالإضافة إلى كده فيها كمان العبء المرضي. يعني في أماكن جغرافية فيها أمراض أكثر انتشارا من أمراض أخرى، في أماكن جغرافية فيها أمراض أكثر أقل من 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 أماكن أخرى. يبقى احنا هنفترض من المحافظة إكس مثلا بيرتفع فيها نسبة الإصابة بأمراض الكلى، يبقى أنا محتاج أركز هنا في بناء مستشفيات متخصصة في المحافظة دي. في محافظة تانية لا والله مش هو ده الأكثر انتشارا، يبقى ما فيش داعي أصرف فلوس في أجهزة غسيل كلوي هنا، لا أصرف هنا ما يحتاجه أهل المنطقة. أهل المنطقة. دكتور حسام، بما أننا بنتحدث عن قاعدة البيانات تحديدا وسريعا كده، هل إحنا وصلنا لدرجة من درجات اللي أنا أصبح عندي قاعدة بيانات عارف عدد الأسرة المتاحة في المستشفيات المتواجدة في المحافظة دي إيه، فأقدر من خلال ده اللي أنا من خلال الخط الساخن يتم توجيه وزارة الصحة أو الخط الساخن للمريض اطلع على المستشفى الفلانية في سرير ليك أو جهاز غسيل كلوي مثلا؟ لعلك تقصد العناية المركزة، لأنه أنا ما عنديش أي، طبعا أنا عندي أعداد واضحة جدا لأعداد الأسرة عموما في جمهورية مصر العربية سواء كان حكومي أو خاص أو أهلي أو غيره، وعندي خريطة واضحة جدا اللي أنا محتاج أزود قد إيه. لكن اللي هيك دائم بتتكلم عليه واللي أصبح موجودا من خلال المبادرة التي تم إطلاقها وهي رعايات مصر هو عدد أسرة الرعاية. صحيح. بقى عندي النهاردة مركز تحكم واضح جدا في الهيئة الرعاية العاجلة، في شاشة كبيرة كده بتقول لي عدد أسرة الرعاية اللي موجودة في كل محافظة وإيه اللي مشغول، ومش بس المتاح وإيه اللي مشغول، الرعاية والحضانات والدم. كم كيس دم في المكان الفلاني والفصائل هي ايه، وبالتالي عندما يتم التحويل على منظومة رعايات مصر اقدر انا اوجه يا سيارة الاسعاف يا المستشفى الى المكان الذي يجد فيه رعاية خالية او حضانات خالية. نعم هذا اصبح موجودا. نعم، يعني احنا بنتكلم على منظومة تأمين صحي شامل بتحترم وتصون كرامة المواطن المصري لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري في الجمهورية الجديدة. بنشكر حضرتك دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، وكل سنة وحضرتك طيب يا فندم. شكرا لحضرتك يا فندم.